مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وسلسلة تغطياتنا الخاصة بشأن ثورة تشرين واستمرار زخمها رغم كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي ضد هذا الحراك الشعبي، خاصة مع شروع القوات الحكومية والميليشيات بمحاولة إنهاء الاعتصام باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وباستخدام أيضا وسائل أخرى. ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي، أرحب به ضيفي في الاستوديو. أهلا وسهلا، حياكم الله. وايضا ارحب بضيفي الدكتور قحطان الخفاجي استاذ العلوم السياسيه، ينضم معنا من بغداد. دكتور قحطان مرحبا بك. اذا سيجهز معنا دكتور قحطان الخفاجي لاحقا. نبدا سويا مشاهدينا الكرام بهذه التغطيه بعد فاصل قصير، كونوا معنا. نبدأ هذه التغطية بالأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ حسين، كيف تراقب مسار ثورة تشرين الآن؟ القوات الحكومية تحاول بشتى الوسائل إنهاء هذه الاعتصامات، سواء بإحراق الخيام أو بتشويه صورة التظاهرات، مع الاستهداف المتواصل والعنف المتواصل، سواء بالرصاص الحي أو بالقنابل المسيلة للدموع الخارجة عن المواصفات والمعايير الدولية. يعني أعتقد أن الحكومة العراقية منذ اليوم الأول وهي لم تتخلى عن الحل الأمني لهذه التظاهرات وعن تشويه التظاهرات من خلال وسائلها الإعلامية الخاصة بها، لكن كل هذه باءت بالفشل، لأنه القصة مدى يفهموها، لأنه مطالب المتظاهرين هي غير مطالب فئوية ولا مطالب خدمية ولا مطالب شخصية، هي مطالب وطنية. في كل يوم تتصدى الحكومة إلى هؤلاء المتظاهرين تزداد عزيمتهم وتزداد حاضنتهم الشعبية ويزداد أيضا التأييد الشعبي والجماهيري لهم. لهذا السبب هم عليهم أن ينظروا إلى مطالب هؤلاء المتظاهرين، لا علاقة لهم بالأشخاص. يصورون واحد شاب عمره 2000 مواليد 2003 و2005 و2000 ويتهمونه بتهم سياسية بعيدة كل البعد، هذا الشاب بعيد عن الأدلجة السياسية والأدلجة حتى الدينية. لهذا عليهم أن ينظروا إلى مطالب المتظاهرين وليستجيبوا لها، بدل هذا التسويف، بدل هذا القتل. هذا الذي يقتل هو دم عراقي. هؤلاء اللي يقتلون ممكن أن أيضا يقوموا دعاوى على هؤلاء القتلة وأيضا سيحاكمون. فإذا عليهم أن ينظروا إلى المطالب ولا ينشغلوا باستهداف المتظاهرين ويدمروا البلد. وأعتقد بدأت الأمور تتصاعد شيئا فشيئا، وعليهم أن يدركوا بأن لا حل أمني لمثل هذه النوع من المطالب. طالما المطالب مشروعة لا حل أمني معها. المطالب المشروعة لا يمكن أن يكون الحل الأمني عالجها أبدا، الاستجابة فقط. نعم، إذا الحكومة لا تستجيب، القوات الأمنية والميليشيات مستمرة بعمليات القتل ضد المتظاهرين. أرحب بك دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية من بغداد، مرحبا بك. العزيز الله يسلمك بالضيف وبقناة المشاهدين الكرام. حياكم الله دكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، كيف تراقب سير ثورة تشرين، سير التظاهرات، استمرار استهداف هذه التظاهرات وهذه الثورة بشتى وسائل العنف والأسلحة الحية؟ بالتأكيد الذي حدث صباح هذا اليوم هو حالة مؤسفة للغاية، وهو لا يدل إلا على حالة واحدة، وهي إصرار الجهة الرسمية للعراق على وعد صوت الشعب كمحاولة ذلك وليس هو حقيقي. وهذه المحاولة بالتأكيد لا يمكن أن تنجح لسببين أساسيين. أولا أن الحق عمره لا يؤديه شيء من السلوكيات غير المنضبطة التي تقدم الحكومة. الشيء الآخر أن حجم التأييد الشعب العراقي وحجم مصداقية وأحقية الصوت العراقي بات أكبر من أن تحتويه أي محاولة لوعد يسعى لها الجهات الرسمية. هذه حالة تسجل تبديع كبيرة على القائمين على العملية السياسية وعلى من يؤيدهم، وتوقع أن الشارع سيكون في موقف آخر. وتوقع الآن الشباب بدأوا يتجهون إلى ساحات الاعتصام بالتحرير والسواح بشكل كبير، وهذا قد يعطي رد واضح سريع على ما ذهبت إليه الحكومة. دكتور قحطان، تفكيك يعني أنصار التيار الصدري خيامهم وانسحابهم أيضا من ساحات التظاهر، كيف تفسره؟
حقيقة الأمر هذا هو شيء محير كبيرا، وأنا الآن في صدد كتابة رسالة شخصية إلى السيد الصدر لأشرح له وأوضح له بعض الملابسات علنا نساهم بتصحيح حالة معينة. فالعراق الآن بحاجة إلى المصارحة الحقيقية. هذا قد يكون دالة غير إيجابية لصالح الصدر، وإن كان هو قد علم بما خطط له أو وضعت له من آليات أو أنه لم يعلم، فتلك الحالتين مؤذية. فإذا تابع أي شخص ما علميا يرى أن معطيات تدلل على التالي، أن التظاهرة بهذا الحجم الذي دعا إليها يوم أمس لم تكن كما رسمها أصحابها، وبالتالي إلى حد كبير كانت ردة فعل سلبية عليهم. الشيء الآخر أذيع بين الناس أن بعض القيم التابعة إلى الصدر انسحبت ليلة أمس من ساحات، فأعقد التحابها ليلة أمس، وما حصل هذا الصباح قد يجعل أي شخص يحاول أن يربط سواء ربطه منطقي أو غير منطقي، موظف أو حقيقي. إذن هذه تصب ليس في صالح شخص الصدر ولا في صالح العائلة التي ينتمي لها، باعتبارها عائلة عراقية عريقة عروبية نترجى منها أن تكون كما تمنى أي عراقي بأي عراقي. ابقى معي دكتور قحطان الخطابي، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ حسين، يعني كما هو معلوم أن التيار الصدري يعني الناس الذين يعني تدعم مقتل الصدر هم من يعني من الفقراء ومن المعدمين، يعني هل يا ترى يعني من مصلحتهم أن يظلوا سائرين وراء هذه السياسات التي يراها البعض أنها لا تخدم العراق وإنما تخدم أجندات إقليمية؟ يعني أولا أتباع التيار الصدري هم غالبيتهم مدينة الصدري اللي سابقا مدينة الثورة ومنطقة الشعلة أيضا في بغداد، بغالبيتهم هم من المعدمين من الفقراء. طيب هذه التظاهرات الوطنية التي تطالب بالحقوق، هل من مصلحتهم أن ينسحبوا أو يتركوا هذه التظاهرات؟ هو هذه القصة. إذن على أتباع السيد مقتدى الصدر أن يعوا جيدا بأن هؤلاء المتظاهرين وهذه التظاهرات بمجملها هي لصالحهم، هي لتحقيق مطالبهم للحصول على حقوقهم. فإذن علينا أن نميز ما بين الأتباع وما بين الساسة. أعتقد أنه أتباع السيد مقتدى الصدر عليهم أن يدركوا بأن هذه المظاهرات ما هي إلا لتحقيق مطالبهم والحصول على حقوقهم من هذه الدولة الفاسدة التي نهبت المال العام وهجرت العباد ودمرت المدن وإلى آخره. السيد مقتدى الصدر أعتقد يعني بانسحاب أتباعه أو إعطائه الأوامر بالانسحاب، طبعا هو لحد الآن لا يوجد مبرر للانسحاب إلا أنه بعض الإشاعات تقول بأنه أسيء للسيد مقتدى الصدر أو تكلموا عن مقتدى الصدر. يا سيدي، ما لديه مشروع وطني عليه أن يصبر ويتحمل. اليوم إذا عندك مشروع وطني لابد أن واحد يتكلم والآخر ينقد والآخر يعني يعترض. هنا نشكك في هذه القصة. البعض من يسأل، اسمح لي لانتقل بالسؤال لدكتور قحطان. دكتور قحطان، البعض يسأل يقول وما في ذلك لو يعني دعي إلى تأييد وتدعيم تظاهرات ثورة تشرين، لماذا يتم الدعوة لتظاهرات أخرى من نوع آخر؟ يعني هي مطالبة بإخراج القوات الأمريكية رقم واحد، ورقم اثنين هي مطالبة يعني محاربة الفساد. ولكن يتساءل البعض طبعا، وحتى هم من الناس الفقراء من أتباع التيار الصدري، يعني يتساءلون يقولون بأنه يعني هل من المعقول أن هذه التظاهرات هي يعني تحارب نفسها التي دعا إليها مقتدى الصدر؟ يعني كيف يمكن لها أن تحارب الفساد ومقتدى الصدر لديه أو التيار الصدري لديه 54 نائب في الحكومة منذ 2005 ولديه 6 وزراء؟ يعني كيف يمكن أن يقتنعوا بذلك دكتور قحطان؟ هاي طبعا الزواجية معروفة حقيقة الأمر، وحتى بعض أتباع هذه التيارات الصدرية وغيرها بدأ يتلمس هذه الزواجية.
انا من الاشخاص الذين دعوا الى عدم قيام هكذا تظاهره لاسباب عده، لعلها اولا هي ان لا تشتت الجهد الوطني رقم واحد، ولا تكون سوء من سيوله خارجيه. للاسف الشديد عندما قامت هذه التظاهرات نرى ان حجمها لم يكن بالحجم الذي توعد به اصحابه. هذا يعود الى ان معظم التابعين للتيار القدري او حتى للقوى السياسيه الاخرى اقتنعوا ببقالة حقيقتها وبتوظيفها السيء للعراق، وبالتالي لم يشارك بها عدد كبير. لو جمعنا عدد الأشخاص الذين تابعين إلى القوى السياسية التي خرجت لوجدنا أكثر بكثير من العدد، ولكن عدم خروجهم حقيقة دلل على أنهم هناك فرقة كبيرة في الحالة. اثنين، هذا جزء من صيورة مغالطة للواقع، لأن العملية التي برمى فيها بشخصة بآلياتها جاء بها الاحتلال الأمريكي وكثير من الأطراف الفاعلة في هذه القوى السياسية، من أهدى رامسفيلد سيد الفقار، وآخر أهدى إلى طرمبول القرآن، والمالكي وضع عتيم الزهور قاضي الجندي المجهول الأمريكي ودعاه بالكهيد، وهذه الاتفاقية الأمنية يدعون بإخراجهم وكذا، هو الذي سنها، وعندما انتقدناها نحن أنا كنت أحد المنتقدين لها اتهمونا بشتى الاتهام وقالوا مالكي هو بطل التحرير وبطل مهندس الاتفاقية الأمنية العملاقة دواجية. وهذه التخبط وهذا الكذا دلل على أن القائمين على هذه الأحزاب السياسية لا يعوا حقيقة ما ينبغي أن يقوموا به على قد تقدير لكي يقنعوا سذج من جماعاتهم. لذلك أتوقع هذه ستكون ضربة كبرى إلى هذه التنظيمات، ويكون هناك رد فعل باتجاه. لذلك تلمسنا الآن بعض الأخبار تقول أن بعض الخيام التي انسحبت عادت عندما اقتنعت بأن هناك خطة موجودة ضد المتظاهرين. إذا قد يكون هذه الأذى هي نصر لله، كما حصل في أحد عندما كسروا وقتيا المسلمين مع احترامات المسلمين العظام، سرعان ما عادوا ترتيب بيتهم الإسلامي وعادوا أقوياء وانتصروا بالمعارك اللاحقة. إذا أتوقع هذه فعلا هي البداية إن شاء الله لتقطيع مسار ولتصفية الساحة بأن تكون جميعها على قدم واحد. نعم. أستاذ حسين، ما قيمة معاتبة الصدر للمتظاهرين المشككين بوقوفه إلى جانب التظاهرات؟ كما تعلم يعني التظاهرات أكثر من 120 يوم، هي قاربت على 120 يوم تقريبا، يعني كيف تنظر إلى هذا التشكيك؟ لماذا؟ يعني هذا نقل المشكلة من المشكلة الوطنية، من مشروع وطنية لقضية شخصية. اليوم القضايا الوطنية لا يمكن أن تشخصا، ولا يمكن أن لا تستخدم شخصيا، ولا أنه الإنسان أيضا أن يتحمل شخصيا من أجل المشاريع الوطنية. أعتقد هذا غير مبرر. وبنفس الوقت أساس داخل التيار الصدري وبقية القوى السياسية قد خسرت في مظاهرات أمس، خسرت خسارة كبيرة، لأنها ذهبت لمناهضة مظاهرات شعبية عراقية لمطالب وطنية، وكأنها جعلت من الدولة صفين فسطاطين، دعنا نقول هكذا، مع العلم أنها جندت من جميع المحافظات ولم تستطع أن تأتي بما أعلنت عنه. اليوم أعتقد هؤلاء الشباب الذين يتبعون هذه الأحزاب السياسية هم ما جاءوا من أجل مصالح سياسية أو من أجل مواضيع مؤدلجة، بقدر ما جاءوا من أجل الحاجة. عليهم أن ينحازوا إلى الشعب وإلى المطالب الوطنية، وأن يكونوا داخل ساحة التحرير، لأن هي الساحة التي تمثل المشروع الوطني. أما أنه لماذا تكلموا عني، فإذا أنا أدعو أتباعي إلى الانسحاب، إذا هذه هل هي قضية عشائرية؟ لا، هذه إراد لها أن تكون قضية مشخصنة. أصحاب المشاريع الوطنية تجاوز الشخصنة وتجاوز المصالح الشخصية وتجاوز كل شيء من أجل المشروع اللي هو مشروع وطني منذ اليوم الأول وإلى الآن. هذه التظاهرات هي ترفع شعارا وطنيا، لم ترفع شعارا حزبيا ولا فئويا ولا طائفيا ولا قوميا. تجد فيها من جميع الأطياف، من جميع الأحزاب، من جميع المكونات. فأعتقد أنه القوى السياسية الموجودة الحاكمة الآن هي تعيش حالة إفلاس سياسي، وتحولت إلى دكاكين سياسية فاقدة للشعبية وفاقدة للحاضنة وفاقدة للجماهير.
تحول القوى السياسية إلى يعني إلى الإفلاس السياسي دكتور قحطان الخفاجي، هل باعتقادك سيرشح لمزيد من محاولات الاستهداف لثورة تشرين السلمية التي وإن صعدت فإنها تصعد على أساس هو متفق عليه دوليا، يعني قطع الطرق وما إلى ذلك، كل هذه الإجراءات التي تتخذها وهذا التصعيد هو ضمن الإطار السلمي، ولكن الاستهداف مستمر بالرصاص الحي، يعني مع الإفلاس السياسي الذي تحدث عنه الأستاذ حسين، هل تعتقد أن يكون هناك يعني تصعيد أيضا مستمر، تصعيد عنيف من قبل القوات الحكومية ومن قبل الميليشيات؟ هو فعلا لا سياسي على صعيدين بالنسبة للحكومة، صعيد ما يسمى أسلحة ذاتها فشلت وتكشف أن تأتي بشيء تدل على أبسط صور مصباح، وفشل آخر على صعيد التعامل مع المتظاهرين، ذلك الفشل المزدوج دلالة على أن إظهار الازدواجية في الفشل دفعت اتجاه المجتمع الدولي لأن يبدو أكثر قربا إلى المتظاهرين العراقيين. أما هل نتوقع أن الاستهداف سيقل على المتظاهرين؟ الجواب لا، لأن دائما الخاسر يخسر كل ما لديه كلاعب القمار يدفع بكل ما بقايا امواله ظنا منه انه سيعيد ما خسره. الحكومه قد تفعل بعيدا الى عمليه القتل والمتابعه والدمار، ولعل الذي حصل اليوم هو من هذه الحاله. وبالتالي التصعيد من قبل الجانب الرسمي الحكومي امر متوقع جدا. يعني دكتور قحطان، كلما كان هناك تصعيد سلمي اكثر وباستمرار من قبل الثوار، كان هناك ايضا تصعيد مسلح، تصعيد عنيف من قبل الحكومه. بالتاكيد ان فشلت باحتواء اي عمل تقوم به لكي تعطي صوره يعني ايجابيه، اما للتعامل ايجابي مع التظاهرات او الاحزاب، اذا هو فشل. وبالتالي كل عمل سلمي من التظاهرين مؤثر بالجانب الحكومي لا يستجيب لها الا بالعنف. هذا العنف ايضا يولد مزيد من الاصرار والمصداقيه للموقف للمتظاهرين، ايضا سيكون هناك موقف سلمي اخر اوسع للمتظاهرين. اذا نحن في معادله صعبه بالنسبه للمتظاهرين والمتابعين لها، ولكن هي معادله كما يبدو بصالح المتظاهرين ان شاء الله وصالح مستقبل العراق، وستتسع على التظاهرات كثيرا. وقلت لك هذا قليل، الان بدات الجموع الشبابيه تتوافد على ساحه التحرير لدعم موقف الشعبي المتظاهرين. نعم دكتور قحطان، ايضا اللجنه المنظمه لتظاهرات ثوره تشرين دعت جميع العراقيين للخروج بمليونيه المليونيات، يعني يوم 31 من هذا الشهر، يعني من وجهه نظرك الى اي مدى سيدعم ذلك من موقف المتظاهرين، موقف ثوار تشرين من أجل تحقيق أهدافهم، وأول هذه الأهداف هو إسقاط النظام وإسقاط سلطة الأحزاب؟ أخي العزيز، الحكومة مما هي فيه من سوء تدبير ومن لا دراية للعمل، هم يدفعون باتجاه هم يظنون أن يدفعون باتجاه التصعيد القمعي علهم يحتوون التظاهرة، ولكن حقيقة هي يدفعون التظاهرة بمزيد من الابتكار للوجود والفعل المؤثر. فاتوقع نعم، انا كنت اتوقع كثيرا ان تكون الجمعه القادمه جمعه اكثر فعاليه مما سابقا، لعل ما طرح بليت امس من اسبوع اخير يمثل الحكومه الى التغيير. اتوقع هذه المسائل تدفع باتجاه التعجيل من سعه الحراك الشعبي وسعه الانتفاضه الجماهيريه العامه السلميه لكي تطيح، واتوقع باذن الله الامور ترد نحو نهايتها رغم ذاتها كما يقال يا أزمة اشتدي لتنتهي. نعم. تشتد الآن بفعل التخبط الحكومي، ولكن فرج لها قريب إن شاء الله. نعم أستاذ حسين، يعني بلا شك أن العراق ما قبل ثورة تشرين يختلف عن العراق بعد ثورة تشرين. الآن الشعب هو كله منتفض على السياسات الحكومية، سياسات الميليشيات، سياسات الأحزاب. بلا شك أن ما أسسته هذه الأحزاب منذ عام 2003 وحتى الآن لم يأتي إلا بالخراب والدمار للعراقيين، والآن هذه الثورة تعبر وتعكس مدى هذا الرفض الشعبي للأحزاب وسلطة الأحزاب والعملية السياسية برمتها.
اللجنة المنظمة للتظاهرات دعت إلى مليونية المليونيات يوم 31 من الشهر الحالي، كيف سيدعم ذلك من موقف ثورة تشرين التي يشهد لها العالم الآن بأنها ثورة سلمية بامتياز؟ أنا أعتقد ستكون الاستجابة لها كبيرة جدا، وأعتقد في نفس الوقت الحكومة ستمارس شتى أنواع الوسائل منذ الآن إلى يوم 31. يبدأ الماكنة الإعلامية في التشويه، تبدأ الاستهداف، يبدأ حتى الاغتيالات، تبدأ كل شيء، ولكن مع هذا ستكون هناك استجابة كبيرة لهذه الدعوة. السبب ليس للأشخاص، والموضوع ليس مشخصا، لا أحد يعرف من هم قيادات الثورة على التشخيص الأسماء يعني بالضبط، لكن على قضية المشروع، المشروع الوطني. اليوم الناس تطالب بوطن، اليوم الشعب العراقي يعني تواق لعودة الوطن، لعودة العراق إلى موقعه الذي يليق به، لعودة المواطن إلى وطنه كاستحقاق وطني، عندما يتحرك في مساحة هذا الوطن لا يكون أن يخشى من الطائفية والعرقية والقومية والميليشياتية وإلى آخره. فأعتقد العراقيين عموما هم تواقين لعودة المشروع الوطني، وهذه التظاهرات وقيادة التظاهرات هي تمثل المشروع الوطني، فبالتالي ستكون هناك استجابة قوية لهذه الدعوة، ستكون فعلا مليونية على خلاف المليونيات التي دعت لها القوى السياسية وجلبت منها من جميع المحافظات، وفرت لها الباصات المكيفة والطعام والتأمين الأمني والاقتصادي وكل شيء، والإعلام، وفرت لها كل شيء، ولم يأتوا بمليونية. بس عودة على قضية رفع الخيم ومظاهرات أمس، أعتقد السيد مقتدى الصدر برفعهم للخيم اليوم قد خسروا خسارة كبيرة، أنا أقصد الساسة وليس الأتباع، قد خسروا أكثر وأكبر مما ربحوا أمس في تلك التظاهرات، لأن هذه التظاهرات تمثل المشروع الوطني، وأتباع السيد مقتدى الصدر هم من الفقراء ومن أبناء هذا البلد، فهذه صدمة لهم أنه كيف تأمرون بأنه ننسحب ونترك هذا المطالب الوطنية. فأعتقد حتى ستكون هناك ردة، هي الأقرب يعني، ربما إذا إن سمحت لي سادة السيد، يعني هي الأقرب، أي أنا كمتظاهر، أنا كعراقي مثلا، أنظر إلى الأمر بأنه الشعب هو يعني بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى أن يعطى حقه. ولكن هذه التظاهرات التي طالبت بوطن هي تظاهرات تدعو لبناء العراق، تدعو لإيجاد أكبر عدد من الوظائف، تدعو يعني انتزاع العراق من خطر البطالة وخطر الفقر. ولكن على الطرف الآخر التظاهرات التي دعوا إليها، تظاهرات مليونية، دعت إلى إخراج القوات الأمريكية. ولكن السؤال هنا، لماذا دعوا الآن إلى إخراج القوات الأمريكية في حين أن العراق يعني باق منذ عام 2003 في ظل الفقر وفي ظل الخراب وفي ظل الدمار؟ هل تذكروا الآن أن القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية موجودة في العراق؟ لا شوف، قضية تظاهرات أمس هي كانت مطلبا إيرانيا أكثر ما هو مطلب وطني، هي مطلب إيراني، وإيران هي من مصلحتها الآن إخراج القوات الأمريكية لتكمل هيمنتها على العراق. في 2003 المسؤولين الإيرانيين قالوا ما استطاعت الولايات المتحدة احتلال العراق لولا التعاون معنا. كيف جعلتم من القوات الأمريكية 2003 قوات تحرير وقوات صديقة وقوات حليفة، واليوم بعد ما عقدتم بينهما اتفاق معاهدة أمنية أصبحت قوات احتلال؟ يا سيدي، الجميع يعلم بأن إيران هي صاحبة القرار في العراق، وهي المهيمنة على الساحة العراقية، على السياسي الوطني، وحريص على العراق أن يخرج بمظاهرة ضد الهيمنة الإيرانية على العراق، ضد النفوذ الإيراني في العراق، ضد الاحتلال الإيراني للعراق. هذا الذي سيخرج عليه كافة أطياف الشعب العراقي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. لكن اليوم أخراج أن مظاهرة، طبعا هي شماعة يعني ليست قصة، فعلا هم جادين بإخراج القوات الأمريكية حتى يحرج المتظاهرين بأنكم أنتم أتباع الأمريكان. طيب وأنتم تكونون أتباع إيران، وهل يعقل بالمشروع الوطني أنه كل طرف تابع لقوى خارجية؟ لا يمكن. المتظاهرين وقياداتهم هم أصحاب مشروع وطني، لم يتبعوا أي جهة.
أما المظاهرات التي دعت إليها أمس والتي تحققت كانت هي مطلبا إيرانيا، وللأسف أغلب القوى السياسية انحازت لهذه التظاهرات وميزت نفسها عن الشعب، وكما قال الله سبحانه وتعالى وليميز الله الخبيث من الطيب. دكتور قحطان، بالعودة إليك، يعني بالأمس البنتاغون قال إن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق هي أخطر من تنظيم الدولة، يعني كيف ترى هذا التصريح أو هذا الإعلان من البنتاغون؟ هل تغيرت معادلة اللعبة من وجهة نظرك؟ يعني هل تغيرت قيم المصالح؟ ليس بالضرورة تدل على تغيير قواعد اللعبة بشكل عام، ولكن بعض أدواتها قد اختلفت. أمريكا بشكل عام كما هي معروفة أن ليس لديها حقوق دائم ولا عدو دائم، ولكن لها مصلحة دائمة. نقول أن التنافس أو الصراع أو الخلاف الإيراني الأمريكي وصل إلى مرحلة ما يسمى باللعبة الصغرية، وبالتالي لا مجال لأنصاف الحلول بين العراق وأمريكا في العراق، بين إيران وأمريكا في العراق. وبالتالي لابد أن أمريكا تحتوي إيران إقليميا، واحتواء إيران إقليميا يتم عن طريق إنهاء فاعليتها في العراق. فعلية إيران تكمن في اتجاهين اثنين: أولا الجانب العسكري يتمثل بالفصائل المسلحة التابعة ولائيا إلى إيران، واثنين بطبيعة عملية سياسية قائمة التي ترتبط بشكل بآخر بإيران. ذلك أمريكا وضعت أمامها الهدف الأساسي التالي. نعم نعم دكتور. لابد أن تحسب إيران أن تنهي وجود الفاعلية الأساسية لل ميليشيات الموالي لإيران وإلى العملية السياسية التي لذلك هي لها اتجاه الفصائل المسلحة التابعة لإيران في العراق كان بالنسبة وخطورة داعش في العراق، لأن داعش فيها كان جزء من الخطر المحدق بحكومة بغداد التي هي حكومة موالي لأمريكا. الآن وجود هالميليشيات هي خطر للعراق لمصالح إيران والدليل على فاعلية إيرانية في المنطقة، وبالتالي لابد أن يتم احتواء ذلك. هكذا ذهب التصريح الرسمي، وكنا متوقعين نحن منذ حوالي سنة ونؤكد ذلك في كتاباتنا ومقالاتنا. نعم أستاذ حسين، في إطار يعني هذا التصعيد ما بين الولايات المتحدة وإيران على أرض العراق، يعني ومن ضمنها البعض يرى أن كل هذه الإفرازات التي نراها على الساحة العراقية من دعوات إلى تظاهرات مليونية يعني مضادة لثورة تشرين، مطالبة بإخراج القوات الأمريكية، مطالبة بمحاربة الفساد وإن كانوا هم مشاركون في هذه الحكومة وبعمليات الفساد، يعني كيف تنظر إلى تأثير ما صرح به البنتاغون من أن الميليشيات في العراق تمثل عليه أكثر خطرا من تنظيم الدولة؟ كيف تقرأ هذا التصريح؟ يعني الميليشيات بالتأكيد هي خطر على الدولة العراقية وليس فقط على الدول الجوار الأخرى، لأنها غير نظامية مؤدلجة غير مهنية تمارس ما تريد منه قيادات الحزبية والسياسية والدينية وليس القيادات العسكرية. أعتقد أن هذه القوى السياسية لوتت كثير من شباب العراق، خصوصا أصحاب ذوي الحاجات والفقراء والمحتاجين. هؤلاء الشباب عاطلين جاءوا بهم بمشاريع أنه لا يوجد أعمال، لا يوجد لهم فرص عمل، لا توجد لهم فرص حياة كريمة، جاءوا بهم إلى هذه الميليشيات بسبب الفقر. إذن انضمام الميليشيات لأغلب هؤلاء الشباب هي الحاجة المالية المادية فقط، وليس لأنه هو مؤدلج يريد أن ينتقم من الآخرين. يعني لو كان العراق مثلا فيه منشآت ومشاريع وفرص عمل كثيرة إلى هذه المشاريع وتركوا العمل، ولو كان هؤلاء أيضا الآخرين يحملون مشروع وطني لكان فتحوا مؤسسات عسكرية مهنية لبناء جيش وطني عراقي، بدل ما يروح يذهب إلى ميليشيا تحت قيادة واحد معمم مؤتمر بأوامر إيران، فليذهب إلى وزارة الدفاع وزارة الداخلية وليكون شرطي أو جندي مهني احترافي يحمي الوطن، لا علاقة له في علاقته كعسكري، لا يحق له أن تكون له علاقة مع دول الجوار والدول الإقليمية الأخرى. لو كانوا هؤلاء أصحاب مشروع وطني حتى يعرف أتباعهم، لو كانوا هؤلاء أصحاب مشروع وطني لكان بنوا وزارة الدفاع بناء عسكري مهني أفقي وعمودي،
العراق 30 مليون كان استطاعت أن هذا الشباب تطوع ضمن قطعات الجيش وقطعات الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وتمارس دورها المهني وبتدريب وكفاءة. ليس داعش ب 300 واحد استطاعوا أن يسيطروا على مدينة الموصل في حين بها ثلاث فرق. وهذا الكلام غير معقول طبعا. نعم. لهذا السبب نقول أنه الميليشيات نعم خطر عالميا وخطر على العراق نفسه بحد ذاته. هنا السؤال. نعم. يعني نعم أوكي البنتاغون قال بأن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تمثل خطرا على العراق وتمثل خطرا على المنطقة، ولكن دكتور قحطان أليست الولايات المتحدة هي من شكلت هذه الميليشيات؟ هي بالتأكيد ساهمت أمريكا شكل بأخر الميليشيات هذه الميليشيات. كيف؟ لأنها عملت عملية سياسية أو صنعت عملية سياسية أساسها التخلق الطائفي المذهبي، وفي العادة أي انتماء ضيق لا يكتفي عند الخلافات الفقهية الفكرية بل يتحول في الغالب إلى أداة جمعية قوة. لذلك نرى كل التاريخ عندما تشكل أي ترتيبة ضيقة تذهب باتجاه القتال كما حصل بدءا بالخوارج بغض النظر عن رأينا لكن الحل كان هناك عندما أسست عملية سياسية أساسها المذهبية والطائفية فتحت المجال على مصراعين لإنشاء ميليشيات. واحد اثنين عندما ذهب باتجاه حل جيش عراقي بهذه القدرة وهو جيش متمرس حقيقة وانشئ الجيش مذهب طائفي أيضا جعلت أنه عملية تكوين القوات المسلحة المذهبية سواء داخل المستقرة أو خارجها أمرا واضح. الشيء الآخر برايمر عندما وضع الدستور وضع في فقرة التاسعة أو الثامنة فقرة تقول إلى الجيش العراقي يتكون من مكونات الشعب العراقي والتأسيس للمذهبية والطائفية إلى التكوينات الضيقة العسكرية. ذلك لنا هنا بيشمركة وهناك جيش هنا هناك جيش بولندا المثال. الشيء الأهم ذاك هي عندما قتل من العراقي أسباب واضحة بعضها كانت ضربات قوم العراقية الحقيقية تركت العراق الإقرار المفتوح لأنها تدرك إلى أن التكوينات من هذا النوع تخلق اقتتال بيني وبالتالي سيكون مدعاة لعودتها مرة ثانية. إذا هي تعرف كيف تسوق الأمور وتوجه الأمور. إذا نعم إيران هي أمريكا هي من تعرف إلى تكوين هذا المستعد. الآن كان دور القضاء عليها تكون وكأن أمريكا المنقذ الأساسي للعراق وبالتالي تعيد الكرة الثانية وتأتي وتحدث وهكذا سواليف والعراق يدفع ويستنزف باستمرار سواء بالتحرير او اعاده التحرير او تغيير التحرير او تغيير دائما الشباب العراقي هذه هي صنع امريكي دائما العراق هو يعني ينزف دما ويدفع من ارواح شبابه او ينزف شبابا بسبب هذا الصراع الاقليمي الدولي او الصراع ما بين الولايات المتحده وايران او الاتفاق او التخادم بالمحصله ان من يدفع الثمن هو الشعب العراقي شبابا منه. والقوات الحكومية إلى الآن هي تصاعد وميليشياتها تصاعد من عمليات القتل ضد التظاهرات السلمية حتى أنها باتت أو منذ بداية هذه الثورة تستخدم أسلحة متشظية. يعني عندما يقومون بتصويب هذه الأسلحة نحو المتظاهرين السلميين توقع أكبر عدد من الشهداء، وهذا الأمر يعني يسكت عنه أو يصمت المجتمع الدولي ولم نرى أي تحرك لإيقاف هذه الجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات. إذن مشاهدينا الكرام مستمرون بتغطيتنا لثورة وأحداث ثورة تشرين ومسيرتها، نتابع سويا هذا التقرير ثم نستكمل هذه التغطية، كونوا معنا. بعد ساعات قليلة من انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من ساحات التظاهر، نفذت القوات الحكومية والميليشيات هجمات على عدة ساحات في بغداد ومحافظات أخرى في محاولة جديدة لاستخدام العنف سبيلا لفض الاعتصامات وإنهاء ثورة تشرين. وكان الصدر قد نشر تغريدة أبدى فيها غضبه من متظاهري ثورة تشرين بسبب عدم دعمهم تظاهراته المتواضعة التي نظمت الجمعة للمطالبة بخروج القوات الأمريكية،
لتباشر القوات الحكومية هجوما على ساحات الطيران وقرطبة والجيلاني والخلاني وجسر السنك في محاولة لاقتحامها من أجل إحكام طوقها على ساحة التحرير معقل المتظاهرين الرئيس. كما نفذت عمليات حرق واسعة في خيام المعتصمين واعتقلت ناشطين واعتدت بالضرب على آخرين، واستخدمت تلك القوات جرافات كبيرة لرفع الحواجز التي أقامها المعتصمون منذ أشهر لحمايتهم من قنابل الغاز. وفي البصرة أكد شهود عيان وناشطون أن ما تسمى قوات الصدمة اقتحمت بعشرات العجلات والآليات ساحة البحرية بعد ساعات من اقتحام ساحة ذات الصواري وأطلقت النار وقنابل الغاز، كما اعتقلت عشرات الشباب وسط معلومات أكدت تنفيذ حملة اعتقالات طالت ناشطين في منازلهم. ووفقا لناشط مدني فإن القوة حاولت محاصرة المعتصمين واعتقالهم، لكن أغلبهم تمكنوا من الانسحاب نحو منطقتي الأندلس والجنين القريبتين. وفي كربلاء كانت شوارع المدينة وساحاتها مسرحا لعمليات كر وفر، حيث هاجمت القوات الحكومية المتظاهرين في فلكة الأحرار بالرصاص وقنابل الغاز، ما تسبب في تسجيل حالات اختناق في صفوفهم. وفي سيناريو مشابه شهدت العديد من المدن الجنوبية انتشارا عسكريا واسعا، لا سيما في محيط عدد من ساحات التظاهر وفي الشوارع الحيوية. جولة جديدة بين الشعب والسلطة يخوضها المتظاهرون أمام أحزاب الفساد التي تحاول فرض رهاناتها الدموية، مدفوعة بغطاء ممن استقتلوا لاستثمار التظاهرات وفشلوا فشلا ذريعا، فسقطت عنهم الأقنعة ليظهر قبح وجوههم وأفعالهم على الملأ. إذن تابعنا سويا هذا التقرير عن سير تظاهرات ثورة تشرين. أستاذ حسين سبعاوي، يعني لماذا يغضب الصدر مثلا من ثورة تشرين وهي ثورة مطالبة بوطن لم تتبع أحدا، هي ثورة تبعت العراق وتريد تحقيق وطن، يعني ما الذي يضيره والذي يغضبه من هذه الثورة إن لم تدعم هذه التظاهرات التي وصفها بأنها تظاهرات ضد الفساد؟ أنا أعتقد الصدر يعني أراد أن مثل ما ذكرت لك شخصنا الموضوع، وبنفس الوقت أنه المصلحة الحزبية عندهم بدأت مقدمة، استخدام المصالح الوطنية كشعارات وعلى الأرض هي المصالح الحزبية، إضافة أنه يبدو أنه هناك دائرة تحيط بمقتدى الصدر من المستشارين قد أساءوا كثيرا لسمعته ولتاريخه وانتسابه وإلى آخره. لهذا السبب أعتقد أنه هو في ورطة، لا يمكن اليوم مظاهرات تشرين منذ 4 أشهر لا تسمح للسياسي أن يضع قدم هنا وقدم هناك. ميزت الصفوف، ميزت الجميع، إما أن تكون مع الوطن ومع الشعب في هذه التظاهرات وإما أن تكون هناك. سابقا كانوا يستطيعون أنه يخدعوا المتظاهرين يدخلون على التظاهرات ومن ثم يفسدوا مطالبها، لأنه كانت تلك التظاهرات هي إما مطالب إدارية خدمية وظيفية، استطاعوا على ثانيا لم تكن هي ذات زخم كبير ولم تستمر ذات فترة طويلة، كانت توقعون بأسبوع زمان تنتهي هذه التظاهرات. تبين أن التظاهرات مختلفة، هذه التظاهرات تختلف عن سابقتها من حيث الأداء، من حيث المطالب، من حيث الزخم، من حيث الصبر أيضا، لهذا ميزت الصفوف. فاليوم أعتقد على مقتدى الصدر إما أن يكون صاحب مشروع وطني وينحاز إلى المتظاهرين هو وأتباعه، وإما أن يبقى مع الحكومة العراقية ومع العملية السياسية وأحزابها ولا يتكلم عن الفساد وعن المال العام وإلى آخره، خصوصا عندما يكون عنده أكثر من 50 نائب ولم يستطع أن يصلح الفساد، وعندهم 6 وزارات ولم يستطعوا أن يمنعوا الفساد، وعندهم عشرات الوظائف الخاصة بمستوى وكيل وزير ورؤساء هيئات مستقلة وإلى آخره ولم يستطعوا أن يمنع الفساد. إذن كيف تتكلم عن الفساد؟ اليوم الكلام عن الفساد بعد ما يتقبل كشعار، هو مشارك في الفساد وليس مشارك. إذن طالما مشاركين بالفساد فإذا على أتباع التيار الصدري أن يعوا، لأنني كسياسي أو كمنتسب أو كنائب عندما أرى أن الوسط كله فساد
علي الانسحاب، علي الاستقالة. انسحابه وعلى الأقل أن أعلن لماذا عن هذا. لماذا أبقى في هذا الوسط؟ اليوم ما سمعنا أنه أكو وزير من التيار الصدري هو غير مشمول بالفساد، وهو ولا نواب التيار الصدري مختلفين عن بقية النواب. القضية عامة، فعليك أن تنسحب وتنحاز إلى الشعب، وإما أو تذهب إلى هناك وتترك المتظاهرين وتترك أيضا التيار الذي تبعك على مشروع وطني. الناس ما تتبع أشخاص من أجل الشخص. الأتباع التيار الصدري أغلبيتهم معدمين، يريدون مشروع وطني، يطالبون بحقوق، فاتبعوا هذا الرجل، هذا الشخصية، من أجل إيش؟ من أجل تحقيق مطالبهم والحصول على حقوقهم. تبين أن الأمر مختلف، مختلف كبير كثير جدا. لهذا عليهم أنه إما أن ينحازوا هنا أو يذهبوا إلى العملية السياسية، وأعتقد هم جزء من منظومة الفساد وليس جزء من منظومة الإصلاح. نعم دكتور قحطان، العملية السياسية يعني قدمت الكثير للعراقيين، قدمت القتل، قدمت التصفيات، قدمت الخطف، قدمت السجون، قدمت الفساد. هذا الذي قدمته العملية السياسية. ما الذي قدمته العملية السياسية؟ إذن من حق ثوار تشرين أن يستمروا بثورتهم السلمية من أجل يعني إسقاط هذه العملية التي لن تقدم خيرا للعراقيين. ما الذي يضير الحكومة ومن ينصبون أنفسهم أو يسمون أنفسهم الآن هم قادة المقاومة الدولية بحسب آخر يعني تسميات جديدة؟ يعني السفارة الأمريكية حذرت الاقتراب منها من قبل الميليشيات، وإلا سيكون الرد رادعا. يعني هل ترى أن الثوار الآن من خلال هذه القناعات التي يكتشفوها يوما بعد يوم عن خذلانهم من قبل يعني من قاموا بانتخابهم في الماضي، هل تتوقع أن يكون هناك زخم أكثر لهذه الثورة وقناعة أكثر مترسخة لديهم وقيم وطنية أكثر من أجل تحقيق هذه المطالب؟ هو هذا اللي تفضلت فيه حضرتك، هو الدعم الأساسي الذي سيزيد من زخم التظاهرة. وهذا السؤال الذي نقوله، وما الذي قدمت لدينا هذه العملية السياسية حتى نسعى إلى بقائها أو نهاجم إذا ما بقيت؟ فنقول هذا المواطن العراقي العادي الذي هو أمل الحراك وأمل النقضة وأمل التغيير، إن المواطن الذي لم يشارك ولو جميع شاركوا سواء بقلب أو سواء بأي شيء من الصيغ، لو أن هذه الثورة لا قدر الله وعدت وانتصر بين قوسين نصر العملية السياسية بشخصية بألياتها، ماذا سيجني وماذا سيأتي للعراق من خير؟ هم الفاسدون أنفسهم سيقطعون وسيجددون آلياتهم ويبتكروا آليات أخرى للسرقة وكذا. لذلك أن المسألة الآن بدأت واضح أن العراق يراقب إيرانيا، والشارع يقول منتفض، يقول العراق يجب أن يكون مستقل، لا إيرانيا ولا أمريكي ولا أي جهة أخرى. وبالتالي إذا لا قدر الله ردت هذه الجماهير المنتفضة ليش الجن كان قمع أو سوى لا قدر الله وانتصرت بين قوسين مجانية التي ضد هذه التظاهرات، يعني أين العراق يكون إيرانيا؟ وبالتالي أنا ستكون الحرب الأمريكية الإيرانية على أشبية العراق، باعتبار العراق أعطى دالة كبرى لإيران أنه لأمريكا أنه إيراني الهواء وإيراني السلوك. إذا نحن إذا لا قدر الله قدر لهذه المجاميع على الطابعة على قلوب العراقيين من النظم السياسية، الأحزاب السياسية والقوى السياسية، أن توعد الانتفاضة أنها تذهب العراق إلى الجحيم، تذهب العراق إلى التقسيم، إلى أن يركم في حضن إيران، أن يكون جزء من حرب لا علاقة للعراق فيها ولا حتى الإسلام. وحتى ذلك الذي يقول نحن مسلمون، نحن مسلمين عفوا، نقول أن أنتم من الإسلام الجمع، أنتم تدعون إلى جزيئة معينة في داخل الإسلام، وبالتالي هذه فرقة وتعظيم الفرقة. إذن حتى الإسلام في تصورات الجمعية له سيصاب بالوهم والضعف وكذا من جراء هكذا سلوكيات. إذن العراق لا قدر الله إذا لم تنجح هذه التظاهرة الوطنية الحقيقية سيكون العراق جزء أساساً أثر الدعدعين، ويكون جزء من سيارات أخرى وجزء أساسي من قتال لطرف أخرى، وبالتالي نقطع نحن أثمان ذات، وقد يأتي ذلك على وجودنا كدولة كأمة كمجتمع كإسلام.
إذا نحن فعلا على شفا حفرة. أتمنى من أي جهة ما فيها الصدر أو سواه أن يعوا هذه الحالات وهذه المآلات، بدون وعي هذه المآلات أو نظر إلى المكاسب الضيقة الصغيرة تدفع باتجاه هاوية كبرى. لذلك نقول هذه العملية السياسية التي أتت بكل شيء سيء للعراق، وسط عراق أن يكون أسود الآن تحاول أن تجعله طعم صيورة إيرانية، وبالتالي هي مشكلة كبرى التي ابقى معي. لو سمحت دكتور قحطان الخفاجي، سأعود إليك مرة أخرى. أرحب بالأستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أستاذ عمر مرحبا بك. حياكم الله، يا مرحبا بك. أستاذ عمر، يعني الأمر يعني خطير جدا، يعني خصوصا هذا التقرير الذي أصدرتموه في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، يعني عن أعداد الضحايا منذ تشرين 2019 وحتى يعني كانون الثاني عام 2020، هناك أرقام مهولة تتحدث عن يعني شهداء أكثر من 715 شهيدا. نحن نقول أكثر لأنه الآن في يعني خبر عاجل على رويترز أكدت استشهاد 4 متظاهرين في بغداد والناصرية بنيران القوات الحكومية والميليشيات، ولكن يعني الأعداد مهولة، 715 شهيد بالإضافة إلى أكثر من يعني 24,685 جريح، يعني من هؤلاء الجرحى معوقون، من بترت أطرافهم، من يعني فارقوا إكلينيكيا الحياة. يعني الأمر مخيف، مخيف جدا. يعني المعتقلين أيضا أكثر من 21,000 معتقل. يعني هل من المعقول هذا الأمر مستمر في العراق وأمريكا جلبت الديمقراطية له؟ بالتأكيد الأمر يستمر ويستمر أكثر إذا ما استمرت هذه الحكومة والميليشيات المرافقة لها بأن تفك الشعب العراقي دون رقيب ولا حسيب ودون محاكمة دولية ودون حساب من المجتمع الدولي. هذا كله هو يصب في مصلحة إيران حقيقة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن وضعها يعني مغاير تماما، كرة في ملعب إيران، وهي اللاعب الوحيد، وهي من تأمر بهذه الأوامر الانتهاكات والقتل العمد والاختطاف وغيرها من الانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان في العراق. والولايات المتحدة الأمريكية أصبحت المتفرج، وتقريبا هي يعني لها أيضا دور أساسي في استمرار هذه الانتهاكات. فإذا كانت لديها هي الملف الأقوى والملف الأساس في الأمم المتحدة، فإنها يجب عليها أن تكون هناك تحرك دولي من جانبها، وأنها تقدم هذه الانتهاكات، وإن كانت هناك يعني انتهاكات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مقارنة بما تفعله هذه الميليشيات وإيران في العراق فإنه خطير جدا ويرتقي إلى مستوى الجرائم الدولية. وهذه الجرائم كلها بنظر القانون أنها يعاقب عليها صغيرا وكبيرا من أمر أو سمع أو نفذ أو ما يعني قام بالسكوت عن هذه الانتهاكات، وبالتالي الجميع هم مشاركون في الجرم. إلى الآن يعني تستمر عمليات القمع الحكومي للمتظاهرين سواء في مدينة الناصرية أو في بغداد أو في غير خمسة مناطق من غير مبرر. أيضا أن هناك يعني تجاوزات خطيرة على حقوق الإنسان في العراق، حتى يعني في غير ساحات التظاهر. هناك التضييق الاقتصادي، هناك لجنة الحريات، هناك المختطفون، هناك المقابر الجماعية، هناك الكثير إذا تحدثنا في هذا الشأن، فإنه يطول بنا أن نقام عند هذه الانتهاكات التي لا تجلب للعراق سوى الدمار والويل. نعم فعلا، هي يعني ما يحدث في العراق هو أمر خطير جدا. أستاذ حسين السبعاوي، يعني استمعت إلى هذه الإحصائيات التي أصدرها مدير أو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، إحصائيات مهولة، 715 قتيلا، 24,685 جريح، أكثر من 21,000 مخطوف لا يعرف مصيره إلى الآن. يعني وباستمرار هذه الجرائم وهذه الانتهاكات، المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا تجاه ما يجري في العراق. بالنظر إلى النظام السياسي، كيف تنظر إلى
هذا الواقع مع يعني إصرار الميليشيات وإصرار القوات الحكومية على استخدام ليس فقط الرصاص الحي. الآن أصبح هناك تطور جديد، هناك أسلحة متشظية لإيقاع أكبر عدد من المتظاهرين. يعني هل الأمر خطير إلى هذه الدرجة؟ بالتأكيد هو خطير جدا، لكن يعني علينا أن لا نستغرب، لأنه أغلب هؤلاء هم من خلفيات ميليشياتية أدمنت على الدماء والقتل. فعندما تدخل لعمل سياسي، هي لا تتقن العمل السياسي، تتقن هذا العمل الاغتيال والقتل والتهجير وإلى آخره. طيب. فإضافة لذلك أنه هو غياب المحاسبة، لا محاسبة في الدولة العراقية تحاسب هؤلاء، ولا محاسبة من قبل المنظمات الدولية لهؤلاء القتلة. نحن لا نرى أي منظمة، لا أبد، المنظمات الدولية لو يقتل أو يجرح أي مواطن في فرنسا أم في بريطانيا أم في أي دولة أخرى تقوم القيامة. أما أنه يقتل في العراق وخصوصا عربي ومسلم وإلى آخره، هؤلاء لن يتحركوا ولن يحركوا ساكنا. لحد الآن أقصى ما يصدر منهم هي بيانات ورقية لا تسمن ولا تغني من جوع. لو أدرك هؤلاء القتلة بأن هناك محاسبة حقيقية وجادة من قبل المجتمع الدولي، ما كان أحد منهم يتغول بهذه الدماء هكذا. لو أدركوا أن هناك محاسبة جادة من قبل الحكومة العراقية والقضاء العراقي، ما كان أحد منهم يستطيع أن يتغول هكذا في دماء العراقيين. اليوم هذا القتل وما قبلها يا سيدي، ما قبلها يعني كانت الحياة رفاهية، المقابر الجماعية، الإخفاء القسري، لكن لم يسلط عليه الإعلام، لم يسلط عليه الإعلام. المقابر اللي بالفلوجة، المختطفين في الصقلاوية، و700 مواطن ناحية تقطفونها 700 مواطن سبق منها، يعني مدن كاملة، قرى كاملة خطفت، لا أحد يحاسب هؤلاء. إذن هناك ضوء أخضر ورضا دولي ضمنيا، رضا ضمني دولي لهؤلاء، وإلا ما يجرى هؤلاء على مثل هذا الفعل. لو وجدوا محاسبة، وكما يقال يعني من أمن العقوبة أساء الأدب. المجتمع الدولي هو متواطئ مع ما يجري في العراق، بالتأكيد يتحمل مسؤوليته، يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي، يتحمل مسؤوليته. لا بعدين أيضا لا يمكن أنه المجتمع الدولي يسمح للقاتل أن يستمر بالقتل ثم يلقي عليه القبض ويحاسبه على آخر قتيل. لماذا سمحت له منذ اليوم الأول بالقتل منذ 2003 وإلى الآن؟ اسمح لي أن أتوجه بهذا السؤال للدكتور عمر الفرحان، لنرى هل فعلا هو المجتمع الدولي الآن هو مشارك ومتواطئ مع هذه، مع ما يجري في العراق من ارتكاب للجرائم، مع يعني لأنه لم يحرك ساكنا. نعم هناك منظمات دولية وهناك تقارير يعني تصدر، لكن لم نرى أي تحرك جاد وفعلي لإيقاف هذه الجرائم التي ترتكب. وفق القانون الدولي ووفق الميثاق حقوق الإنسان الذي اعتمدته أغلب الدول في هذا الشأن، يتوجب على الجميع إذا ما كانت هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فإنه يتوجب على الجميع إيقاف هذه الانتهاكات وعدم تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر من خلال هذه الانتهاكات. وإذا ما كانت هناك عدم تحرك، فإنه يعني مجلس الأمن يتخذ قرارات من تلقاء نفسه دون الموافقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن يكون يعني ضد هذه القرارات يكون هو شريك، يعني بحسب أنه هذه القرارات هي قرارات دولية وهو قانون دولي يجب على الجميع احترامه ويجب على الجميع تطبيقه بما جاء فيه من تعليمات وبنود قانونية. البعض يقول بأنه ليس هناك شيء اسمه، نعم هناك القانون الدولي هو موجود ولكنه مجرد مسمى ومجرد توصيف، ما يجري أو ما موجود هو المصالح الدولية هي التي تتحكم في مجريات ومصائر الشعوب. نعم بالتأكيد، يعني احنا إذا ما أخذنا الجانب السياسي في هذا القانون، فإنه القانون ضد الضعفاء، فمنطقة الشرق الأوسط يعني تعد هي من منطقة الضعفاء بالنظر للدول الكبرى، فإذا يعني هذه المصالح السياسية والمصالح الاقتصادية إذا ما كانت هناك انتهاكات جسيمة وهناك ترتيبات سياسية، فأحد الأطراف يستخدم هذه الورقة كورقة ضغط للعامل الآخر، العامل المتسلط في هذه القضية، وبالتالي يجب يعني حل حالة الموضوع بشكل أو ما. ولكن إلى الآن جميع الفاعلين في هذه القضية هم ساكتون عن ما يجري في العراق، وهناك
ترتيبات اخرى ثانويه تجري بينهم يعني حول الدول المتصله بالجوار، وهناك مؤتمرات دوليه وهناك اتفاقات سريه وهناك تهديد ووعيد من قبل هذه الدول مع بعضها لبعض، لانها كما هو معلوم ان الدول الشرق الاوسط هي مقسمه يعني للاسف باستعمار او بشكل اخر تحت هذه الدول الكبرى. اذا العراق حاله او نقطه سوداء في هذه الحلقه الكبيره والسلسله الطويله من العلاقات الدوليه ومن التفاهمات الدوليه. ماذا يريد للعراق الى الان مبهم. من يريد للعراق الخير ومن يريد للعراق الشر الى الان مبهم. الكل يتحدث بلسان حقوق الانسان، الكل يتحدث بالحقوق والحريات، ولكن على الواقع هناك الانتهاكات الخطيره وهناك الضحيه الانسان وهناك القمع المفرط في اتجاه العراق وشعبه. يعني بالضبط استاذ عمر، مثلما ايضا تحدث الاستاذ حسين السبعوي وقال ان ما يجري في العراق من انتهاكات وجرائم ليست وليده اللحظه وليست وليده ثوره تشرين، هذه الجرائم والانتهاكات هي موجوده منذ احتلال العراق، سياسات حكومية من عمليات تغييب قسري وعمليات تغيير ديموغرافي وقتل وخطف ومقابر جماعية، ولكن لم يسلط عليها الإعلام الضوء، وإنما هذه الأحداث وهذه الثورة وهذا الغليان الشعبي في العراق، ويعني الكل يحمل بيده موبايل والكل يحمل بيده كاميرا يصور ما يجري من عمليات قتل واستهداف، انتشرت هذه الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى آخر بقعة في العالم. بالعودة إليك أستاذ دكتور قحطان الخفاجي، يعني رغم مشروع القوات الحكومية بعمليات يعني خطف وعمليات متابعة وعمليات أيضا يعني قتل بالرصاص الحي وكذلك بالقنابل المسيلة للدموع وبالقنابل المتشظية، مع ذلك يستمر التصعيد السلمي من قبل المتظاهرين والثوار بقطع الطرق. يعني هذا التصعيد السلمي الذي أخذ مداه وحدوده في إطار فقط يعني قطع الطرق، يعني ما هي المكاسب التي يمكن أن يحققها المتظاهرون السلميون من خلال ذلك من وجهة نظرك؟ أخي العزيز، إعطاء صبغة سلمية حرارية هي ضرورة لابد منها في ظل عملية تشويه مقصود من قبل جهات رسمية وغير رسمية يلوق لها حالة العراق المأساوية التي هي عليه الآن، وبالتالي لا قدر الله اي انتقاله الى حاله غير سلميه من قبل المتظاهرين تعطي ذريعه كبرى للجهات الرسميه الميليشياويه او غيرها او ما يسمى بالطرف الثالث ان يذهب ابعد ما ذهب اليه من القمع، باعتبار ان هناك حجه امامه وهو استخدام اساليب لا سلميه من قبل المتظاهرين. لذلك المتظاهرون يجدون ان الجانب السلمي رغم خسارتهم لأرواحهم، رغم أن تعطل النتائج المرجوة التي يريدونها، هي سبيل الآن هو سبيل أنجع الآن، لأن عملية التحويل إلى 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 حالة سلمية يعني دخول البلد إلى منزلق خطير. ثم أكو مسألة مهمة جدا، أن هذه المتظاهرين المتظاهرون جميعا هم طلبة شبان لا يتجاوز عمرهم في الغالب 20-15 سنة، وبالتالي هو غير مهيئ أساسا لأي عملية حمل سلاح ولا يجيد استخدام السلاح وما يسمى حرب الشرع أو ما شابه ذلك. ولو رئيس الوزراء يقول قواعد اشتباك وقال اشتباك أنه في معركة متكافئة بين جيشين، وبالتالي أنا أتوقع عملية الصبار السلمية هي إيجابية من حيث أنها تزع الحجة للحكومة بأن تستخدم السلاح مفرط، واحد اثنين تبقي على مصداقية موقفها، ثلاثة النتيجة الأساسية ترجوها أن يستمع العالم والآخرون إلى أن حالة العراق في هذه الرقي تستحق اهتمام الدولة، سيما وأن أمريكا هي دولة محتلة وفق القانون الدولي والاحتلال هي أجنة أمريكا الاحتلال لاحقا، وبالتالي عليها مسؤولية دولية أمومية أن تنقذ العراق مما هو عليه، سيما وأن هناك عجز كامل للدولة، بعد ذلك هناك مخاطر إقليمية كبيرة من جراء تدخلات إقليمية في الشأن العراقي. إذا هذه الذي يتوقع المتظاهرين أن يراهنوا عليه
واتوقع انه رؤيه صائبه سليمه ولو يكلف شيئا ليس يسيرا ولكنه افضل طرق الان. نعم استاذ حسين، يعني هذا المشهد المضطرب لم يقتصر بالتاكيد على بغداد العاصمه وانما امتد الى المحافظات، هناك صمود لمحافظه البصره، يعني صمود لمحافظه كربلاء، للنجف، للناصريه، كيف تنظر الى يعني هذا الصمود لثوار تشرين بوجه آلة القمع الحكومي والميليشياوي؟ يعني أعتقد هو أولا السبب الصمود هو الهدف، تحقيق الأهداف. لا الشباب لا يخاف ولا يهابون الموت يعني. أي نعم نعم، لأنه تعرف شنو مطالبهم كبيرة تستحق التضحية، المطلب الكبير استحق التضحية، ما جاي طالب وظيفة، ما جاي طالب بعام يعني قضايا خدمية شخصية إلى آخره حتى يستطيع أن يتنازل عنها، اللي طالب بقضية وطنية لا يستطيع التنازل عنها. ثانيا تكون الهمة عنده عالية، فإذا الإيمان بالمشروع الذي خرج من أجل المتظاهرين هو الذي هو السبب في ثبات وبقاء هؤلاء المتظاهرين وتقديم التضحيات من أجل هذا المشروع. الإيمان بالمشروع هو السبب في الثبات، وإلا ما الفرق بين هؤلاء الشباب وما وغيرهم من القاعدين لا يحركون أي ساكن؟ نعم. الإيمان، هناك إيمان بمشروع وطني، وفعلا أنه العراق يحتاج إلى مشروع وطني منذ 2003 وإلى الآن نحن نعاني من الطائفية والحزبية. هل مطالبهم كبيرة لهذه الدرجة؟ حتى طبعا بالتأكيد مو أمامك أنت، أمام القوى السياسية التي جاءت على إلى تمزيق العراق ونهب خيراته وتفتيته وتمزيق لحمته الوطنية، أكيد هذه المطالب كبيرة جدا على هؤلاء الساسة، لأن هؤلاء الساسة بقائهم على كراسي السلطة مرهون بما يقوم بتفتيت العراق وتمزيقه ونهب خيراته. لو انصلحوا الأساس ما يبقى، لأنه جاءوا بهم لمشروع أيضا، فهناك مشروعين متناقضين، مشروع الأساس الذي جاء لتمزيق العراق والطائفية والعرقية والجثث والتهجير وإلى آخره والفساد، ومشروع آخر وطني يدعو إلى اللحمة الوطنية والوحدة الوطنية. أيضا أنه المتظاهرين استفزوا هؤلاء الساسة من خلال إصلاح، عملية إصلاحية مجتمعية داخل مكونات العراق جميعا. يعني لا تابعت أنا يعني طبعا موضوع السنة والشيعة هذا أصبح معروف، لاحظت حتى بعض المسيحيين من جاء إلى ساحة الاعتصام. لو كانت القضية فقط إسلامية ما كان جاء هؤلاء، لو كانت القضية فقط سنية ما كان جاء هؤلاء، لو كانت فقط شيء لمسوا من هذه الثورة، لمسوا أن هذه تمثل الشعب العراقي متعدد المكونات، متعدد الأطياف، متعدد المذاهب، فإذا هذه تمثلهم. فالتعاطف من قبل جميع المكونات استفز هؤلاء الساسة. فأعتقد السبب البقاء هو الإيمان بهذا المشروع. يعني نرى أن هذا المشروع ربما يمثل هو مشروع تدميري لما أنجزته حكومات ما بعد 2003. إن هي يعني كاملة. يعني ما أنجزته حكومات ما بعد 2003 بالفعل هو معروف. نعم. عمليات تغيير ديموغرافي. نعم. عمليات كانتونات، يعني حجز أو قاتل. تقسيم المجتمع العراقي إلى كانتونات. مؤسسات الدولة العراقية انتهت. فهي اليوم تهدد الوجود القوى السياسية، تهدد وجود يعني المخرجات العملية وجودها. السياسية. اليوم القوى السياسية دمرت الدولة العراقية كاملة، مو بس يعني الشعب والدولة دمرت. لاحظ اليوم هناك وزارة الدفاع، هناك ميليشيات، والميليشيات قرارها يمشي على وزارة الدفاع. شيء غريب جدا. قادة الميليشيات داخل العملية السياسية يديرون العملية السياسية ويفرضون أتاوات عليها. ما معقول هذا الأمر أبدا، هذا حالة غير مستقيمة بالعراق. هناك تغول من مكون على بقية المكونات الأخرى، هناك تدخل خارجي وفرض إرادة خارجية على العراق، ومشكلة برضا هؤلاء الساسة. كل هذا لا يمكن أن يتناسب أو يتناغم أو يسير بخطين متوازيين مع مشروع الشباب المتظاهر. فأعتقد هو الإيمان بمشروعهم جعل منهم أن يتحملوا هذا العنف والقتل، وكل وقدموا تضحيات كثيرة من أجل الإيمان بهذا المشروع. نعم. دكتور قحطان أنت معنا الآن. دكتور قحطان. نعم معك. نعم دكتور قحطان، حسبت أن الاتصال قد انقطع، الحمد لله. دكتور قحطان، ما هي القيم الوطنية التي يعني لمستها من خلال هذه الثورة التي طالبت بوطن والتي غضت الطرف عن جميع الأمور والتي عملت معولا لتحطيم ما حققته أو لنقل ما خربته حكومات ما بعد الاحتلال عام 2003؟ حبيبي من سؤالك الإجابة، هذا الشعب الواعي، هذه المجاميع الشبابية التي
كما قلنا قبل قليل عمره ما تتجاوز 15 أو 20 عام، يخرجوا فوق المذهبية وفوق الطائفية متجاوزين كل محاولات تشويه وحدة ولحمة الوطن. هذا الشباب الواعي الذي التزم بمبادئ قيمية سانية وبحضارة عالية وبسلمية متناهية، هذا الشاب الذي عرف ماذا يريد أول لحظة وعرف السبيل لذلك وتمسك بالثوابت والسبيل إلى حد اللحظة، هذا الشاب الذي أسمع العالم حقيقة أن العراق فعلا بلد حي وشبابه والداد والداده من الرجال الرجال، هذا الشعب الذي حقيقة أبهرنا نحن العراقيون العراقيين قبل غيرنا مما أظهر لنا من هذه المجاميع الرائعة الشبابية، هذا كله أعطى لنا شيء نستحق أن نفخر نحن به، وحتى أن يتحرك الراكد فينا من القيم الوطنية لكي يعطي شيئا إيجابيا. لذلك نرى أن إيجابياته ليس فقط في عموم الشعب الذي انتبه إلى ما يجب أن ينبغي أن يكون عليه، لا، تحرك في داخل القوى التي كانت مغيبة عن وعيها وقوى مهمة موجهة بشكل أيديولوجي سلبي، نرى بعضهم تنصل من هذه الأيديولوجية الخاطئة وعاد إلى الوطن، وكما قال قبل لحظات الأخ المتحدث أن في الساعة من هو ابن كركوك وابن أربيلة وابن الأنبار والأخ المسيحي والأخ الأزيدي وابن كل الجميع، إذن هذا محل فخر واعتزاز، نقول حقيقة أمر قد مسكنا الطريق الأسلم لإعادة بناء لحمة وطننا وتثبيت قيمنا السامية، وإذا ما ثبتنا قيمنا ووعدتنا لحمة وطننا كنا على الجادة الصواب لإعادة وطننا. إذن هي محاولة جادة لإعادة وطن، وإن شاء الله تتوج هذه المساعي بالخير لأن الله معه حق ودعوة هؤلاء حق، التأكيد النصر حليف المؤمنين. نعم، بالعودة إليك مرة أخرى دكتور عمر الفرحان، أستاذ عمر الفرحان. أستاذ عمر، يعني بالنظر للتقارير التي أصدرتموها في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، يبدو أن الاتصال قد انقطع به الأستاذ عمر الفرحان، سنعاود الاتصال به مرة أخرى. أستاذ حسين السبعاوي، القيم الوطنية التي تحدث عنها دكتور قحطان الخفاجي والتي نهل منها ثوار تشرين حتى حققوا ما حققوه أمام العالم وأثبتوا أمام العالم مدى شجاعتهم ومدى قوتهم، يعني العالم كله يتحدث بأن العراقي ثائر من أجل الحق، ثائر من أجل الكرامة، هكذا صار حديث العالم عن ثورة تشرين. يعني تتوقع أن يكون هناك استهداف ومحاولات تشويه أخرى من قبل الميليشيات المدعومة من قبل إيران، من وجهة نظرك؟ بالتأكيد الميليشيات وإيران وأتباعها لن يتركوا المتظاهرين بمشروعهم، ولابد أنه يعملوا على شيطنة هؤلاء، لكن عليهم يدرك بأنه السواد الأعظم من الشعب العراقي هو مع هؤلاء. وكما يقال يعني في القضايا الفلكية أنه العراق يعيش حالة كسوف لا خسوف، يعني العراق لا يليق به أنه أن يبقى يعيش حالة من العدمية وحالة من الضعف إلى فترة طويلة، لأنه هذا يؤثر على المنطقة العربية عموما وعلى منطقة الشرق بصورة خاصة. اليوم ضعف العراق رغم أنه أخطأت كثير من الدول العربية وساهمت في إضعاف العراق، اليوم هي تدفع الثمن، حالة غير طبيعية ضعف العراق، حالة غير مقبولة ضعف العراق. قوة العراق هو قوة المنطقة، قوة العراق يعني هو هناك قطبين في العالم العربي، مصر والعراق، إذا هذا الركيزتين إذا ما استقرت وكانت قوية تجد المنطقة العربية فيها شيء من الاستقرار، فيها شيء من السيادة محترمة إلى حد ما إلى آخره، هذا الدولتين مستهدفة. فأعتقد إيران تعتبر العراق هو عمق استراتيجي، تستقتل ولديها استعداد أن تضحي في اليمن، تضحي في جميع مناطق نفوذها إلا في العراق، لأنه العراق هو يعالج مشكلتها الاقتصادية، العراق ما يكلفها مثل بقية الدول مثل سوريا مثل غيرها، العراق هي تأخذ منه. العراق على حدود 1300 كيلومتر، بمعنى أنه أي عمل
ضد العراق هو غير مكلف كما هو الحال في سوريا كما هو الحال في اليمن. نعم. فأعتقد إيران وميليشياتها وحلفائها لن يتركوا العراق، ولكن بالعموم غالبية الشعب العراقي هم رافضين. وللتاريخ أرادوا أن يلعبوا على قضية الطائفية والعرقية، وقصة الطائفية اللي عانى منها الشعب العراقي كثير. عبر التاريخ إيران وجهت وانكسرت من جنوب العراق، من جنوب العراق، سواء في التاريخ القديم في زمن سرجون الأكدي، سواء في قبل الإسلام في معركة ذي قار، سواء في القادسية لقيادة مثنى بن حارث الشيباني وسعد وإلى ابن أبي وقاص رضي الله عنهم وغيرهم، سواء في القادسية الأخيرة، في كل عبر التاريخ أنه إيران يعني تخسر وتنكسر من العراق. فلهذا السبب تحرص حرصا شديدا على أضعاف هذا البلد، تزرع فيها الطائفية، إذا ما نجحت الطائفية تزرع فيها موضع المخدرات والفساد، وتشتري هي تتعامل بالمناسبة مع المكونات الأخرى، يعني لم تتعامل مع بعض المكونات السنية والأخرى العرقيات الأخرى تتعامل معهم. فإذا أعتقد أنه قوة العراق هي قوة للمنطقة العربية وضعفه ولا يخدم إلا إيران وأتباعها. طيب دكتور قحطان، الحكومة تحدثت في السابق عن قوات قامت بإعدادها للتعامل مع التظاهرات. طيب السؤال هنا، يعني هذه التظاهرات، تظاهرات تشرين، ماذا طالبت؟ مطالبتها بوطن يحتويهم، فرص عمل، أمان، الإحساس والشعور بالكرامة الفعلية. لم تطلب الثورة، لم يطلب المتظاهرون السلميون شيئا صعبا. يعني هل هذا الأمر يهدد مكتسبات الحكومة المادية من ما تجنيه من أرباح عبر الميزانيات المليارية وعبر المنافذ التي تدخل المخدرات بحسب التقارير الدولية؟ يعني ماذا يضير الحكومة من تلبية مطالب المتظاهرين التي هي بسيطة، لم تتجاوز يعني المطالب التي لا يمكن تحقيقها؟ إذا ما تابعنا كل تظاهرات العالم لا نجد تظاهرة في العالم تطالب وطن. لماذا؟ لأن كل منظومة سياسية كانت عميلة بين قوسين أو كانت مقصرة أو كانت يعني بأي مسميات، هي حريصة بشكل بآخر على وطن المواطنة، ولكن قد تخطئ في إدارة بلد أو إدارة أمور أو إدارة بعض المشاريع. ولكن العراق، في العراق يختفر من الحكومات المتلاحقة المتعاقبة في زمن الاحتلال 103 لحد الآن لم تأتي لكي تبني أو لكي تعمل بصالح وطن، بل أتت لكي تجعل العراق صيرورة لأطراف أخرى خارجية إقليمية أو دولية، واحد اثنين أن تنهب ثروات هذا الوطن، لهذا أن تخرج العراق من معادلة الأمنية والقيمية والاقتصادية في المنطقة مع خدمة إلى قوى إقليمية سواء صهيونية أو سواها. وبالتالي هذه الحكومة أثرت على حساب المال العام، أفسدت لكي تبقي في ضالتها وضالها قائمة، بقيت جزء من سيورة خارجية ليس وطنية. لذلك مطالب العراق بكلمة أريد وطن شمل كل المطالب في هذا المقصد. عندما أريد وطن، أريد وطن العراق مستقل، أريد وطن، أريد ثروات الوطن بأبناء الوطن، أريد وطن، أريد الشعب العراقي الذي عرف في وحدته من ذاته الفاض، أريد وطن لا أقبل عميل، لا أقبل إمعة، لا أقبل حمل تناسي جاءوا مع مقتل. أريد وطن هنا في مكتب الجماهيري المطلوب الشرعي هو إنهاء هذه المجاميع وجودهم اللاشرعي. وبالتالي هذه المطالب أحدثت قدم مضاعفة داخل في الحكومة، لذلك نراها الآن تتشدد لدرجة أن غير قادرة على أن يوجد شخص منهم غير ذا تجربة خاطئة أو فاشلة أو كذا. هذا الضبابية وهذا الخلط وهذا الضياع الذي المتاهة التي فيها من حجم حول كلمة أريد وطن. وبالتالي أريد وطن يعني كما هؤلاء كبيرة جدا، لذلك هم قاموا بما قاموا به. دكتور قحطان، يعني كما هو معلوم أن المتظاهرين، متظاهري ثورة تشرين، هم يعني عمود هذه التظاهرات، عمود هذه الثورة، هم الفقراء، الناس المعدمون، الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل، الشباب الذين يبحثون عن وطن، يريدون تحقيق وطن. يعني أغلب الشباب الذين استشهدوا هم يعني
شاهدنا بالأمس وحزننا كثيرا وبكينا كثيرا على شباب بأعمار 15 سنة و 14 سنة ولم يتجاوز عمرهم 18 سنة يعني، ولكن بالمقابل هناك يعني مترفين، هناك بالمقابل هناك سياسيين أغنياء، سياسيين يعملون منذ عام 2003 ومتهمون بالفساد وبجمع وبالاستحواذ على المال العام، بيدهم السلاح، بيدهم الميليشيات، بيدهم هناك دعم لديهم من إيران. هل ممكن لثورة يقودها الفقراء أن تنتصر على المال والسلاح؟ هو بالتأكيد إذا سحبت المسألة على قياسات مجردة تكون هناك قوة كبيرة ما بين القائمين على الشأن السياسي والمنتجعين منه والمرتبطين بقوة خارجية وبين دلالات المادية لقوة الجماهير. ولكن حقيقة الأمر للأبعد ذلك هو أن الجماهير بالعموم والشعوب بالعموم هي دائما التي منها تخرج القوى وتخرج الكواكب وحتى العمليه السياسيه منها تقرر. اذا طلبنا جدا ان هذه المجاميع اذا بقيت في هذه الحاله فاي امل واي مستقبل لوجود هؤلاء حتى في ظل عمليه سياسيه يقومون بها هم ويدونها هم؟ لان الشعب الذي سوف يخرج في الشارع ويقول قول كالذي قاله بالامس ليس فقط ان يقاطع الانتخابات، لا، بل لا يبقي على مركز انتخابي في المناطق الشعبية. إذن عملية إنتاجهم ستنتهي بتقدير وجود هؤلاء. ذلك أنا أتوقع أن وجود هؤلاء بهذه الآلية رغم ما هي من يعني قد تعطي التعب مضاعف وقد تكلف خسائر كثيرة لا قدر الله، نسأل الله اللطف منه، ولكنها وسيلة أنجع لأن طمق الطبيعي اللجوء إلى طريقة أخرى يعني المجال أوسع للحكومة أن تبيد هؤلاء والحجة أنهم قد ربعوا سلاحا. فيما الأسف الشديد أننا في ظرف دولي أقليمي قدري عربي ليس كما ينبغي. إذا كان العربي على سبيل المثال هو من ساهم في وضع العراق في 2003 وكان سباقا إلى اجتماعات ومؤتمرات دولية وأقليمية وجامعة عربية وجيوش أجنبية تأتي وأموال تصرف، طيب أين هذه الجامعة العربية من وضع العراق المأساوي الآن؟ لذلك أنا من قناتكم هناك الجامعة العربية أن يكون لها موقف اتجاه بلد بهذا الحجم من المآسي الذي يعيش يوميا. إذا نقول نحن مصيبتنا كبيرة نعم، ولكن لا وسيلة للشعب العراقي إلا أن يكون سلمي لكي يعطي العراق والعالم دالة على حضارية. يبدو أن ثورة تشرين هي ثورة عراقية، يبدو أنها يعني وصلت إلى درجة من يعني اليقين بأنه لا ناصر إلا الله ثم المتظاهرون. مع سكوت المجتمع الدولي، مع عدم اتخاذ أي موقف من الأنظمة الرسمية العربية، مع يعني وجد المتظاهرون أو المتظاهرون أنفسهم وسط هذا المحيط أنهم وحدهم من أجل تحقيق هذا الهدف. يعني الآن في خبر وردنا عاجل الآن، إصابة 35 متظاهر بحالات اختناق بسبب الغازات أو القنابل الغازات المسيلة للدموع التي قامت بإطلاقها القوات الحكومية على طريق محمد القاسم. في ظل كل هذه الظروف التي ذكرناها أستاذ حسين، كيف تنظر وتستشرف يعني حالة الثورة، مصير هذه الثورة في ظل كل هذه المعوقات التي تحيطها؟ يعني هذه من ناحيتين، أولا من ناحية المتظاهرين مهما كانت النتيجة فنقول لقد كفيتم وأوفيتم. يكفي تحقيق هدف المصالحة المجتمعية بين أطياف الشعب العراقي، يكفي أنه أسقطت معنويا هذه العملية السياسية وأصبحت حالة نشاز غير مرغوب فيها لدى أغلب أطياف الشعب العراقي. هذا من ناحية المتظاهرين. لكن مع الحكومة العراقية وأحزابها، هل يتصورون عندما يقتلون أكثر المتظاهرين هو حققوا نصر؟ هل المتظاهرين هم أعداء يعني عدو خارجي يستطيعون يعني حققوا نصر عليهم؟ هل تستطيع حكومة شعبها ناقم ورافضا لوجودها ويعني أربعة أشهر هو في الشارع وهي تعتبر نفسها شرعية؟ هل من يأتي بانتخابات مزورة لا يشترك فيها 20% من الشعب العراقي يعتبر نفسه يمتلك الشرعية؟ من دمر العراق ومن سرق أمواله هل يعتبر نفسه على حق وانتصر على متظاهر
خرج مطالبا بحقوقه. هنا التوازن، يعني القضايا ليست قضايا مادية وحسابات رياضياتية بقدر ما هي قضية معنوية. هؤلاء الشباب استطاعوا أن يعزلوا هؤلاء الساسة عن الشعب واعتبروا حالة شاذة، شيء رائع جدا، انتصار عظيم. طيب. هؤلاء الشباب استطاعوا أنه اليوم أنت في بغداد وداخل ساحة التظاهرات ما حد يسألك أنت سني لو شيعي، أنت منين، أنت منين جاي، وهذا منجز ممجز. هذا إنجاز كبير جدا كبير. هذا قد حاولت كثير من الشخصيات العشائرية والدينية واجتمعوا بجوار الكعبة لم يستطيعوا أن يحققوا هذا ما حققه الشباب. فإذا لا ننظر إلى المكاسب فقط، حسابات رياضية ومادية. اسمح لي والضيف الكريم أيضا دكتور قحطان أن نتابع سويا مع مشاهدينا الكرام هذا التقرير الذي أعد جرافيك بشأن ثورة تشرين، نتابع هذا التقرير سويا، كونوا معنا. تابعنا سويا هذا التقرير الجرافيك مشاهدينا الكرام. استاذ حسين، هذا التصعيد يدل على ان القوات الحكوميه والميليشيات لا تريد ابدا وضع حد لهذه الجرائم وهذه الانتهاكات التي ترتكب ضد المتظاهرين السلميين. انا اعتقد على المجتمع الدولي ان يحمي الشعب العراقي من هؤلاء القتله. هذه دعوه الى المنظمات الدوليه والحقوقيه والمجتمع الدولي ولمجلس الامن ان يتخذ قرارات ضد هؤلاء، لأنه اليوم التوغل بدماء الشعب العراقي والقتل قدمت 700 شهيد لا يمكن أن يمر هكذا مر الكرام نتيجة غض طرف بعض المؤسسات الدولية والقضاء العراقي. فأعتقد لابد من المجتمع الدولي أن يتدخل ويحمي الشعب العراقي من هؤلاء القتلة، وإلا سنشاهد مزيد من الدماء، مزيد من القتل، مزيد من الاختناق، وهذا أعتقد لا يمكن أن يستمر داخل الشعب العراقي. شكرا لضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي، ونشكرك شكرا جزيلا دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. والشكر موصول أيضا للأستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. في الختام مشاهدينا الكرام نشكر لكم شكرا جزيلا هذه المتابعة الطيبة لتغطيتنا الخاصة بشأن ثورة تشرين واستمرار زخمها. نلقاكم إن شاء الله في تغطية لاحقة. إلى اللقاء.